مر أكثر من 40 يوما على الحرب في غزة، ويبدو أن الطريق لإتمام صفقة بين إسرائيل وحماس لإطلاق سراح المحتجزين لدى الحركة مليء بالعثرات والصعاب، على الرغم من تأكيد واشنطن بين الحين والآخر أن المفاوضات حول القضية قطعت أشواطا كبيرة. صحيفة يدعوت أحرانوت كشفت أن تل أبيب رفضت إتمام صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل يتم بموجبها إطلاق سراح 50 محتجزا إسرائيليا، فيما نفى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قبل قليل وجود أي صفقة في الوقت الحالي، رافضا الخوض في تفاصيل بشأن تلك القضية. فهل توجد خطوط حمراء لدى إسرائيل لإتمام الصفقة مع حماس؟ وكيف تحقق هدفها المعلن بإطلاق سراح جميع المحتجزين في ظل تزايد الضغوط الداخلية عليها؟ أناقش الموضوع مع ضيفي، من رام الله الكاتب والباحث السياسي منير الجاغوب، ومن تل أبيب الكاتب والباحث السياسي جولان برهوم. أهلا بكما. أبدأ معك سيد برهوم، بداية كيف تفسر الحديث والتسريبات عن قرب إتمام الصفقة وقرب وجود هدنة، ثم اليوم نفي بنيامين نتنياهو بشكل تام وجود أي صفقة، والحديث على أن الموضوع هو إشاعات؟ بداية تحياتي لك وللجميع، وشكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة. انظر، أولا معروف بداية أن إفراج عن المخطوفين هو هدف رئيسي من أهداف المعركة. في نفس الوقت هذا موضوع هو موضوع حساس، أعتقد لا نستطيع غير أنا، يعني لو أنا كنت في مكانة رئيس الحكومة وكل مسؤول إسرائيلي مؤمن أن الحديث بشكل مكشوف على هذا الموضوع الحساس يؤدي إلى الضرر. المهم الحديث، الحوار، الديالوج وراء الكواليس. طبعا نحن نريد نصر كامل، نصر كامل يتحقق فقط عندما نحن نبيد عصابة إرهابية دموية. في نفس الوقت نريد أن نرى جميع المخطوفين. نريد أن نرى أدلة. بنيامين نتنياهو، فهمتك سيد جولان. نعم، دعنا حتى نتقدم في الحوار. يعني أنت تريد تقول أن إسرائيل تريد نصرا كاملا ليس نصرا مجتزئا. سيد منير الجاغوب في رام الله، ما رأيك؟ يعني إسرائيل والحكومة الإسرائيلية تتعرض لضغط كبير. هذا المساء شاهدنا مظاهرات عارمة في تل أبيب تطالب بالإفراج عن المحتجزين لدى حماس، فمن مصلحتها الإفراج عن بعضهم، لماذا العودة عن هذه الصفقة التي كانت يعني خلال 48 ساعة؟ هو حقيقة هناك شقين، هو الميدان وما يحدث في قطاع غزة، المعركة التي تدور هناك، والسياسة. على مستوى السياسة والمجلس الإسرائيلي الكابينت فيه ثلاث آراء. الرأي الأول جينتس يقول أنه غير مقتنع بكل مطروح على الطاولة. نتنياهو وجالنت يقولون بأنه يجب الضغط أكثر وأكثر، وتحديدا على الناحية المدنية، على حماس حتى تفرج عن الأسرى لديها. موضوع إزنيغوت يتحدث عن بأنه شاليط بقي 5 سنوات في قطاع غزة ولم يتم الإفراج عنه إلا بصفقة، بالتالي الصفقة يجب أن تتم. هذا ما يحدث في داخل الكابينت الإسرائيلي. مسيرات اليوم أعتقد بأنها كانت ضاغطة. يعني أنت لا تنظر ماذا يتحدث السياسيين على الشاشات، دائما هم يتحدثون تحديدا في إسرائيل لأنهم ينظرون إلى نتائج الاستطلاع التي يتفوق بها جانتس، وهذه أزمة كبيرة أيضا في الداخل عند إسرائيل. لماذا يتفوق عليهم جانتس؟ لأنه يطرح أمور تقريبا تشبه يعني أو قريبة من المنطق، مثل أنه يجب أن يكون هناك صفقة، الصفقة طبيعية أن تحدث. أنا أقول لك كل ما يحدث في الصفقة هي أمور فنية. مثلا المتحدث باسم جيش الاحتلال قال بأن تعطيل الصفقة جاء بسبب قصف مستشفى الشفاء، وعلى ما يبدو أنه أضر كثيرا بملف الأسرى، تحدث فيه قبل المؤتمر الصحفي الذي كان على شاشتكم قبل قليل. فبالتالي هناك عوامل كثيرة. إسرائيل لديها درس في تبادل الأسرى مع المنظمات الفلسطينية منذ الثمانينات وحتى هذه اللحظة. هي تعلم بأنه لا يمكن إطلاق سراح أسرى بدون أن يكون أسرى فلسطينيين. أنا أقول لك هناك شق الآن يتم العمل عليه في إسرائيل، وصفقة أيضا من تحت الطاولة لا يتحدث فيها في الإعلام.
هم يقولون نحن سوف نسمح مثلا، هذا ما يطرحوه، أن تخرج قيادة حركة حماس من قطاع غزة، تبييض السجون الفلسطينية من الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق جميع سجون الأسرى لدى القيادة لدى الفلسطينيين في قطاع غزة. هذا يطرح على الطاولة الجنود الإسرائيليين، هذا يطرح على الطاولة، ولكن لا يستطيع أن يتحدثوا في وسائل الإعلام. ونتنياهو قال لو يأتوا يعني ويجلسوا معنا على الطاولة سوف يشاهدوا ماذا نفعل من أجل أن نحرر أسرانا من أيدي الفلسطينيين في قطاع غزة. نعم. فالموضوع يعني واضح وصريح، مهما ماطلت نعم. إسرائيل ومهما طيب. فعلت، أنا أقول لك قد تكون المقاومة الفلسطينية قد وضعت الجثث التي توفيت في أماكن خاصة ووضعت خرائط، كيف سوف تصل إليها إسرائيل بدون صفقة مع الفلسطينيين؟ مع الفلسطينيين مع حماس. طيب. يعني معقد وبحاجة إلى أيضا تفكير إسرائيلي صحيح. نعم، أنت إذن تشير على أنه ما يعلن على الإعلام شيء، وفي كواليس السياسة هناك أمور أخرى ربما تؤثر على صفقة تبادل الأسرى. طيب سيد جولان، فيما يتعلق بهذه الهدنة، هل يمكن ربطها بأن في ظل الضغط العالمي أمام ما يحصل في غزة من مأساة وأعداد المدنيين الكبيرة التي تسقط في قطاع غزة جراء الضربات الإسرائيلية، فبالتالي إسرائيل ألمحت أو سربت أن هناك صفقة من أجل هدنة إنسانية من أجل تبادل الأسرى حتى يهدأ الضغط الدولي قليلا، ثم صعدت أكثر ما يحصل اليوم ما شاهدناه في استهداف المدارس؟ انظر، أنا أفرق الموضوع الدبلوماسي، ولو المظاهرات في العالم أنا لا أتحمس من هذه المظاهرات، هذه المظاهرات لا تعترف بقيام دولة إسرائيل بأي حدود، غير فقط حدود 67 بل حدود 88. المهم الدعم الرئيسي هو الدعم من الإدارة الأمريكية، وفي هذه النقطة الحمد لله نقطة مهمة مركزية لاستمرار، يعني هذا يعطي الطاقة استمرار المعركة ضد حماس. بالنسبة لهذا سيد جولان، أنا أريد أن أعطيك وقتك تماما، ولكن حتى هذه المظاهرات حتى في أمريكا مجبور، نحن مجبورين أن نستمر في هذه في هذه في هذه المعركة. هذا الشريان يعني هو الشغال، هو مستمر. بالنسبة للمساعدات إنسانية، نعم هناك مكان، أنا أقول رأي كإسرائيلي وهناك بعض من الإسرائيليين الذين يفكرون كذلك، هناك مكان للمزيد من الضغوط على عصابة حماس، على منظمة حماس، من أجل إنقاذ المخطوفين. طيب. أو قبل إنقاذ المخطوفين. سيد جولان أرجوك اسمح لي عند هذه النقطة، نحن نريد أن نرى السيارات. سيد جولان أنت كإسرائيلي وكباحث سياسي، هل تعتقد أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية صحيح ومفيد في تحرير؟ ما سمعت صوتك. نعم. أعتذر، ما سمعت صوتك. هل تسمعني الآن؟ واضح وعالي. أسألك بشكل مباشر وصريح، أنت كإسرائيلي وكباحث سياسي، هل تعتقد أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من تصعيد في غزة مفيد لجهة تحرير المحتجزين لدى حماس؟ انظر، هناك أصوات في إسرائيل التي تقول استمرار العملية البرية على أساس معلومات دقيقة، هذا قد يؤدي إلى إفراج عن بعض من المعتقلين. لا تنسى، طالما نحن في عمق غزة هناك مزيد من المعلومات، لكن مثل ما قلت هذا الموضوع هو موضوع حساس، ما عندنا حوار مع سيد جولان. لم تجبني إنساني. أنت من وجهة نظرك لم تجبني، هل هذا صحيح أم سيأتي بنتائج عكسية؟ لأن التصعيد هو يقتل المزيد من المحتجزين كما يقتل الفلسطينيين الموجودين في قطاع غزة. هل تعتقد أن ما تقوم به هو صحيح؟ أولا أنا لا أقبل المقارنة، دولة إسرائيل لا تقوم بالقتل واغتيال وتصفية أولاد بشكل مقصود يعني، واغتصاب لا سمح الله. يعني إذا قتلوا فلسطينيين، وقد قتلوا فلسطينيين، وإذا قتلوا أولاد فلسطينيين، المتهم هو متهمة يعني منظمة حماس التي حطت أولئي ناس، أطفال، شيوخ في أماكن ومنشآت مدنية. هذا الأمر هو معروف،
قد رأينا وشهدنا ذلك. يا سيد غولان، لا أريد أن نذهب إلى حوارات فرعية، يعني لأن هذه المسألة تحتمل جدل كبير جدا، لأن أعداد الضحايا المدنيين في قطاع غزة فوق عشرات الأضعاف لدينا أدلة ما حصل في إسرائيل، يعني 13 ألف ضحية. بس رجاء، لم تجبني على سؤالي، أنت شخصيا هل تتفق مع سياسة الحكومة الإسرائيلية بأنها مفيدة في تحرير المحتجزين الإسرائيليين في غزة، أم ستأتي بنتائج عكسية؟ هذا سؤالي، من فضلك أجب. أنا أقول لك أنا شخصيا عملت كتير محاضرات بالنسبة لموضوع المخطوفين وبحث بالنسبة للتبادل أسرى من الثمانينات، صفقة جبريل وصفقة جليد. إذا الحديث هو حول الأمهات والأبهات، فطبعا نحن نريد أن نرى إفراج والتحرير الصريع. نحن نريد أن نرى توازن بين نجاح المعركة العسكرية والإفراج عام. إذا تسألني الآن في السلم الأفضليات، وهذه المعركة راح تكون طويلة تحتاج إلى الوقت، في المعركة الأولى في السلم الأفضليات أقول لك كإسرائيلي كيهودي كمواطن الذي عنده علاقة معينة مع بعض العائلات، عائلات المخطوفين، نعم الإفراج عن المخطوفين هو في السلم الأفضليات. أنا فقط أقول بالإضافة، هذا لا يتناقض أو لا يتعارض مع استمرار المعركة. لكن كيف هذا قد يؤدي إلى نتائج عكسية؟ هو مع أعداد القتلى الكبير في غزة، بينهم أكيد سيسقط من المحتجزين لدى حماس من الإسرائيليين أم لا؟ انظر، إذا يكون فعلا صفقة تحت وساطة أو مع وساطة أمريكية قطرية مصرية ربما أردنية أوروبية، وهذا راح يكون مؤقت، يعني نستطيع نتحدث على مهلة معينة في خلال الأسابيع أو غير الأسابيع، أنا لا أريد هذا يكون مطول، فالمعركة تستمر. نحن لا نريد صفقة، لكننا نريد قيود التي تمنع استمرار المعركة. ومعنى المعركة، وفي اعتقادي ضيفكم الكريم راح يوافق معي، هو فتحاوي، نحن لا نريد وجود حمساوي على الأرض. هذه مصلحة إسرائيلية، بالإضافة هذه المصلحة. طيب خليني أخذ رأي ضيفي من رام الله. بالإضافة مصلحة فتحاوية. سيد غولان، حتى لا نقول أحدا ما لم يقل، سيد منير الجغوب، ما رأيك؟ هل ما تقوم به إسرائيل من تصعيد مستمر سيؤدي إلى تحرير الرهائن الإسرائيليين لدى حماس؟ تفضل. يعني بالتأكيد لن يؤدي إلى تحرير الأسرى الموجودين بيد الفلسطينيين في قطاع غزة. أنا قلت قبل قليل بأنه قد تلجأ المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة إلى دفن الأموات منهم وعمل خرائط للمقابر، بالتالي كيف سوف تصل لهم إسرائيل؟ لا مجال أمام إسرائيل إلا عقد الصفقة. أنا قبل قليل استمعت لنتنياهو ودار بخاطري، أنا متخصص بالدراسات الإسرائيلية، ماذا قال عنه زعماء إسرائيل السابقين. يعني مثلا شامير قال ملاك موت، مردخاي قال كاذب، شارون قال خطر على أمن إسرائيل وممثل بارع. شارون من قال عنه ذلك؟ شارون يقول عن نتنياهو ممثل بارع. وآخر شيء سموتريتش قال عنه كاذب ابن كاذب. من مؤيدي شارون، حلو صحيح. طيب. وآخر شيء إذا أنت صدق سموتريتش قال عنه كاذب ابن كاذب. بالتالي يعني ما يحدث هو أن هذا رأي، هذا رأي الزعماء الإسرائيليين، هذا زعماء الرؤساء الإسرائيليين في نتنياهو. بعدين هو يقول لك أنني أتفق معه على أن حماس، عدم وجود حماس في غزة. غزة. أنا فلسطيني، كيف يعني أتفق معه؟ طيب، ولكن أنا ألا تعتقد، نحن في حركة سيد غولان، أرجو علينا من حركة حماس، ولكن أنا لا أتفق معه. طيب سيد منير، وما قالوا على لساني يعني هذا غير صحيح. طيب سيد منير، ولكن ما مستقبل تفضل حماس إذن؟ هل سيتم إخراج حماس بالفعل في ضوء، يعني الآن 43 يوم من المعركة، إسرائيل تتحدث عن نتائج، هل سيتم إخراج حماس من غزة أم لا؟ هل إسرائيل، أنت تشاهد، أول شيء أنت في المعركة اللي بتدور في قطاع غزة، خلينا نفهم شيء، إسرائيل تعتقد أن حماس جيش نظامي له سيطرة وله نظام وله أسلوب، هذا غير صحيح. حماس ليس جيش نظامي، حماس هي منظمة فلسطينية صغيرة فيها مجموعة من المقاتلين المدربين بشكل جيد، الذين يملكون السلاح والعتاد والصواريخ المتحركة، ممكن يضرب الصاروخ من هون تاني يوم يضرب من مكان آخر، ممكن يضرب القنبلة من هون تاني يوم مكان آخر. المعركة إذا ستبقى كذلك سوف تكون طويلة،
ليست معركة يوم أو يومين أو ثلاث أو 40 يوم. أنا أقول لك إسرائيل تستطيع أن تحتل قطاع غزة، ولكن أيضا لا تستطيع أن تمنع أن يكون هناك مواجهات يومية. وهذا الموضوع اليوم إسرائيل اعترفت فيه في مقتل جنودها، وقامت بالرد بقصف مدارس للأنوروا فيها آمنين مدنيين لا علاقة لهم بكل الحرب، قتل 200 مدني ردا على قتل الجنود. بالتالي هذا الموضوع ليس يعني بهذه السهولة التي تعتقدها إسرائيل. بالتالي إسرائيل عليها أن تفكر بشكل أفضل. هي وضعت 3 أهداف: عودة المخطوفين لم يعودوا، القضاء على حركة حماس. حركة حماس، النضال الفلسطيني ليس مرتبطا في حماس. هذه نقطة مهمة. على سنوات هذه نقطة مهمة آخر جدا. ويكمل الطريق. الموضوع النضال الوطني الفلسطيني ليس مرتبطا بفصيل. هو نضال مستمر منذ عقود وسوف يستمر سواء بعد فتح أو بعد حماس. إلا بعودة جميع الحقوق الفلسطينية. بعدين سؤال آخر بس لضيفك. هو يتحدث أن ما حدث في 7 أكتوبر بأنه إرهاب وإجرام وكذا. طب ما هي يومين إسرائيل بتدخل المدن الفلسطينية وبتعتقل وبتضرب وبتنتهك وبتعتقل النساء وبتعتدي عليهم، واعتقلت مرأة حامل 7 شهور. بالتالي مثل ما أنت ما بدك حدا يقتحم مدنك، أنت كمان ما بصير تقتحم المدن الفلسطينية وتعتدي على الناس الموجودين فيها. طيب سيد غولان، ما ردك على ما قاله ضيفي من رام الله؟ لماذا أنت مسموح لك أن تقتحم المدن الفلسطينية؟ سيد منير وصلت الفكرة. والفلسطينيين غير مسموح لهم أن يقتحموا المدن الإسرائيلية. بقي دقيقة فقط وأنا أريد أن أدير هذا الحوار بحيادية. سيد غولان، ما ردك يعني تفضل ما ردك على سؤال ضيفي الفلسطيني؟ أولا بالنسبة أعطيني من فضلك يعني دقيقة رد فعل، حق المشاهد أن يتعرف عن الحقيقة. بالنسبة للسياسة الإسرائيلية، ربما أنت لا تفهم معنى الديمقراطية الإسرائيلية. تريد أن أقول لك معنى الخلافات والحروب بين الفصائل الفلسطينية كفتحاوي، ربما أنت لا تعرفه، لكن سجل عندك من رمى فتحاويين. ما هي أنت قتلت رابين غزة، أنت قتلت رابين مش خلاف؟ ما طيب. يحدث الآن في إسرائيل طيب. مش خلاف طيب. لكن يا سيد غولان، الآن المعركة في إسرائيل الداخلية والقضاء بقي 20 ثانية، وأنت تريد أن تفتح ملف الانقسام الفلسطيني بين فتح وحماس بشكل مباشر. أنتم تقولون أنه معركتكم مع حماس، كيف تفسر اليوم مقتل قيادات من فتح في مخيم بلاطة؟ يا سيد غولان، رجاء دعنا. نعم، له معركة. لقد استنزفت معنا الوقت للأسف، ويعني لم نتمكن من الإجابة على السؤال. شكرا جزيلا لكما إذن. على العموم، غولان برهوم الكاتب والباحث السياسي من القدس، ومنير الجاغوب الكاتب والباحث السياسي من رام الله.